مشاهدينا يسرنا الآن أن نتواصل عبر الهاتف مع الدكتور أحمد الحنيان عميد كلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. راح يكون حديثنا عن ملتقى كلية الدراسات التجارية العلمي للمال والأعمال. حياك الله دكتور. حياك الله، يا هلا فيك، حياكم الله جميعا في الاستديو. حياك الله دكتور، معنا ببرنامج مساء الخير يا كويت. بداية لو تعطينا فكرة عن ملتقى كلية الدراسات التجارية العلمي للمال والأعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة أشكر العاملين في تلفزيون الكويت بالأخص برنامج مساء الخير على اهتمامه في هذه القضايا اللي إحنا في كلية الدراسات التجارية وفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب نهتم فيها. نعم. على وهو قضية البحث العلمي ودوره الهام في تنمية المجتمع. صحيح. طبعا فكرة الملتقى كانت في الحقيقة يعني بدأنا في فكرتها في لما شكلت لجنة اسمها لجنة تعزيز البحث العلمي حتى نركز على أهمية البحث العلمي، خاصة أن كليتنا تزخر بكفاءات من حملة الماجستير والدكتوراه، ورؤية الكلية في تعزيز البحث العلمي. وكانت الفكرة بأن يتم هذا الملتقى في شهر مايو في مبنى الكلية، ولكن مثل ما احنا عارفين الظروف اللي حصلت في العالم في موضوع أزمة أو جائحة كورونا. نعم. تم التنظيم لهذا المؤتمر ليكون أونلاين في تاريخ 5 أكتوبر 2020، وقد تكون هذه أيضا يمكن فرصة يعني مناسبة أن يشاركونا في هذا الملتقى أساتذة ومختصين وباحثين من جميع أنحاء العالم. إذن الدكتور، يعني شنو الأسباب اللي دعت كلية الدراسات التجارية إلى تنظيم نقدر نقول مثل هذه الملتقيات العلمية؟ في أسباب معينة؟ نعم، يمكن هذا هو الملتقى الثاني. الملتقى الأول كان في شهر مايو، وكان الهدف منه أن بعض الباحثين بدأوا في عمل أبحاث تتعلق، وكان كنت أنا حتى في لقاء معاكم على الهواء. نعم. في موضوع جائحة كورونا وتأثيرها، سواء التأثير على الجانب التقني أو الجانب التجاري والمالي، حتى يقدم ملخصات الأبحاث والنتائج الأساتذة اللي قد يكون لها فائدة مرجوة للمجتمع الكويتي وللشأن العام. هذا الملتقى هو الملتقى الدراسات التجارية للمال والأعمال، وبصراحة يعني الهدف منه أن نبرز أبحاث الأساتذة. كثير من الأساتذة كانوا في فترة العطلة هذه عملوا أبحاث، وقد تكون هذه الأبحاث مفيدة جدا للمجتمع الكويتي، خاصة بأن بلدنا منطقتنا منطقة حيوية. صحيح. أمور كثيرة تتعلق بالمال والأعمال وأيضا البيئة القانونية والتكنولوجيا، وكلنا شاهدنا هذا في الفترة السابقة. نعم دكتور، يعني باللي تفضلت فيه ودي لو نتطرق إلى المشاركين بهذا الملتقى من المحاضرين وتخصصاتهم. بالنسبة حق المشاركين في هذا الملتقى، نعم، احنا الآن بدأنا باستقبال الأبحاث من 23/8 من يوم الأحد الماضي ولغاية 15/9. طبعا لحد الآن وصلتنا بعض الأبحاث، لكن ما فرزنا الأبحاث هذه، ولكن ودي أتكلم عن المحاور ومن المواضيع اللي من خلالها الناس الآن قاعدين يرسلونا من خلال إيميل research.cbs. نعم. المحاور الأساسية هي شنو التحديات الحديثة في مجال الأعمال اللي هي البزنسز. طبعا شفنا شلون تأثير جائحة كورونا على الأعمال وتغيرها. صحيح. وأيضا التوجهات الحديثة في البيئة القانونية للأعمال. كثير من الأمور في مجال التجارة والأعمال وأسواق المال تغيرت، الأنظمة التقنية لها بيئة قانونية، وإحنا طبعا في كلية الدراسات التجارية عندنا قسم للقانون، فأبحاث الأساتذة وأبحاث الناس اللي أيضا المهتمين في كل مكان في العالم أيضا لها تأثير وأهمية في التعرف على الجوانب القانونية اللي تفيدنا في منطقتنا في الكويت. كذلك من المحاور دعم تكنولوجيا المعلومات في الأنشطة في الأعمال وفي الأنشطة التجارية. وكلنا لاحظ بأن كثير من الناس المهتمين والمختصين في تكنولوجيا المعلومات اللي لهم مساهمات علمية وبحثية اللي تعزز من دور هذه الأنشطة بل وتفعلها، مثل ما شفنا في مواضيع المشاريع الصغيرة والجمعيات التعاونية و دور الأنظمة المعلومات والأبليكيشن والتطبيقات في هذا الموضوع. كلنا شفنا تأثر أسواق رأس المال سواء الدولي أو المحلي في خلال هذه. طبعا
هي المواضيع عامة، لا ليس لها علاقة فقط في أزمة كورونا، إنما قاعدين نتكلم بأن كل الباحثين اللي عملوا أبحاث أو جاري عمل أبحاث فيما يتعلق في أسواق المال. المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة أيضا موضوع مهم، وكلنا قاعدين نشجع الشباب وغيرهم في تبني هذه المشاريع بل وتطويرها والاستفادة منها. فأيضا المشاريع أو الأبحاث المتعلقة في هذا الموضوع راح إن شاء الله يشاركون في أبحاثهم وملخصات ونتائج الأبحاث. ولا ننسى كذلك التجارة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية وتوجه الحكومات الآن إلى التوجه الرقمي والتوجه الإلكتروني. فجميع هذه المحاور قاعدين نستقبل الأبحاث من الباحثين في هذه المواضيع ونرتبها، وإن شاء الله في لقاءات أخرى راح نضع الجدول اللي هو جدول المحاضرات والمتحدثين وأسماءهم. نعم. والمحاور وأسماء ملخصات الأبحاث. إذن دكتور، هذا بشكل عام بالنسبة حق المحاور والمواضيع التي سوف تناقش في هذا الملتقى. طيب سؤالي، من هي الفئة المستفيدة من هذا الملتقى؟ أكيد طبعا الباحثين بشكل عام، يعني الأساتذة المختصين في هذه المحاور سواء في مجال المال والأعمال ومجال التكنولوجيا ومجال القانون، وحتى المهتمين والباحثين أو المطلعين راح يستفيدون من هذا الملتقى في التعرف في ايضا كثير من الاساتذه اللي او الباحثين اللي ودهم يتعرفون على التطورات الحديثه في هذه المجالات. ولا ننسى كذلك لان اكو فئه احنا نهتم فيها كثيرا في كليه الدراسات التجاريه، عندنا اساتذه الان اللي مبعوثين للحصول على الدكتوراه. نعم. وهؤلاء الان بادين في عمل الابحاث، منهم المرحله الابتدائيه منهم المرحلة النهائية، فراح تكون هناك جلسة خاصة لباحثين الدكتوراه لإلقاء الضوء أو التطرق إلى المواضيع البحثية، واللي من خلال هذه الجلسة الأساتذة الآخرين الموجودين راح يساعدونهم في مثل ما نقول يعني مشاركتهم. نعم. وأيضا توجيههم وأيضا إبداء الملاحظات على أبحاثهم، وهذه يسمونها PhD Students Session يعني. طبعا دكتور، لكن هنا نقطة مهمة جدا، تحدثت في البداية عن أبرز المحاور وعن الضيوف وتخصصاتهم، وتطرقت قبل شوي دكتور للأبحاث اللي راح تشارك بالملتقى. ودي لو تعرف السادة المشاهدين عن نوع الأبحاث المشاركة بالملتقى. نوع الأبحاث طبعا إحنا على تواصل مع كثير من الباحثين. نعم. وعندنا أبحاث تتعلق في سوق المال. نعم. يعني طبعا المسؤولين في أسواق المال وهيئة أسواق المال وأيضا المتداولين وغيره يتنبؤون شنو الوضع بالنسبة حق أسواق المال سواء المحلي أو العالمي. إحنا عارفين الأسواق المال العالمية قاعدة تأثر على سوق المال المحلي. صحيح. أيضا العقار، أكيد العقار ليس بمنى من هذه المواضيع، أيضا العقار يعتبر استثمار يعني يدخل في ضمن الـ يعني أسواق المال، لكنها هي أيضا الاستثمارات في الفاينانس والتمويل، التمويل العقاري وغيره. تكنولوجيا المعلومات، وكلنا شاهدنا بأن كثير من الأنظمة المعلوماتية الآن تعمل أبحاث في هذا المجال لتطويرها، توجهنا إلى السمارت سيتيز أو المدن الذكية، توجهنا إلى التعلم الإلكتروني ومجالاته واستخداماته وأهميته في التعليم والنقلة النوعية، عملية السويتشنج ما بين التعليم التقليدي. كثير من الأبحاث اللي قاعدة تعمل في هذا المجال، أيضا المشروعات الصغيرة، ولاحظنا بأن المشروعات الصغيرة دورها جدا مهم ومتوسطة يعني وكثير، يعني أحد يعني بعض الأبحاث تركز على هل المشروع الصغير نجح في ظل أزمة كورونا مقارنة بالمشروع الصغير اللي هو ما تبنى التكنولوجيا. فهذه الأبحاث راح تفيد، بل قد ما تكون هناك استفادة مباشرة من بحث، لكن تطرق الناس إلى البحث العلمي، قاعدين أيضا نعزز من ثقافة الاهتمام بالبحث العلمي. وكنا نعرف الدول بشكل عام تطورت تطور مذهل في كدول تطورت بسبب البحث العلمي وهميته وتبنيه ودعمه. سؤال اللي يطرح نفسه، لماذا المال والأعمال؟ طبعا يعني كلنا يعني الموضوع الكويت مركز مالي تجاري ومالي. نعم. هذه مقولة حضرة صاحب السمو رددها كثيرا. صحيح. وفي الحقيقة يعني نحن بلد استثماري، بلد اقتصادي بالدرجة الأولى، وعندنا نفط كمنبع أساسي للدخل القومي. وأيضا الكويت أيضا يعني التوجه إلى الاستثمار سواء الداخلي أو الخارجي. نعم. يعني توجه كبير، وكثير من الدول بنت أساسها إما من خلال الصناعة أو من خلال الاستثمار.
فبكون الكويت في هذا المركز أصبح من الضرورة بمكان الاهتمام في هذا المجال خاصة، وأن احنا عندنا بعض الكليات المهتمة في هذا المجال والباحثين المتخصصين في مجال الاقتصاد، في مجال المحاسبة، في مجال التمويل، الفاينانس والبنوك. هذه كلها يعني ركيزة أساسية، وكثر ما كثرنا من هذه الأبحاث وأخذنا في توصيات هذه الأبحاث كثر ما قدرنا نستفيد من هذه الملخصات لنجعلها أمام الواقع والأخذ في هذه التوصيات، بل وتنفيذها بما يعود العائد الأساسي صحيح على دولتنا الحبيبة الكويت. طيب دكتور، لو نرجع حق موضوع الأبحاث، شنو هي الشروط وطريقة المشاركة في الأبحاث؟ طبعاً إحنا بعد ما حطينا المحاور، حتى ما نطلع عن المحاور نركز في قضية المحاور الأساسية لكلية الدراسات التجارية، وقلنا إحنا عندنا المبادئ الأمور متعلقة بالاقتصاد، كلنا عرفنا أن الاقتصاد الكويتي أين سيذهب، بالتالي كثير من الأبحاث اللي من خلالها تلقي الضوء على القضايا الاقتصادية وأهميتها حتى نحافظ على الاقتصاد، شنو الأمور الإيجابية والسلبية، كيف تكون يعني نتجاوز المعوقات خاصة الاقتصادية، وكيف ننجح اقتصاديا. أيضا كذلك في مجال المال مثل ما أنا أتكلمت، أسواق المال، شلون ننعش أسواق المال، شلون السوق المال الاقتصادي سواء كانت البورصة أو كانت العقار، شلون نحن نستفيد من هذه الأبحاث أن نعزز التطور في مجال سوق المال، لأن كلنا نعرف يعني أكيد أسواق المال قاعدة تتأثر تأثر كبير بالمتغيرات الخارجية ليس صحيح فقط الكويت. فإلقاء الضوء على هذا الموضوع مهم. النقطة الثالثة اللي هو القانون، بيئة الأعمال واللي قاعد يصير من غير رؤية قانونية لها راح تكون ضعيفة، بل ندش في متاهات كثيرة. وكلنا عرفنا شلون، يمكن حتى على سبيل المثال في العمل، القانون اللي نحتاج التشريعات الجديدة المتعلقة في التكنولوجيا على سبيل المثال، المتعلقة بالمشاريع الصغيرة اللي بدأت تظهر في ظل، المتعلقة في التجارة والحكومة الإلكترونية. فهذه كلها مجالات يعني هي تخصصات عندنا، قسم الاقتصاد، البنوك، قسم الإحصاء. الإحصاء أيضا التنبؤات، كلنا عرفنا تطور الأحداث اللي صارت وأهمية الإحصاء والأبحاث الإحصائية في عمل تنبؤات صحيح، شلون التوجه العمالة بالكويت أين تتجه، شلون تنزل، أيضا المنحنيات والخرائط الحرارية. نعم. وأن كانت بشكل تقليدي أو بشكل حتى تفاعلي تفني من خلال المواقع الإلكترونية. دكتور أحمد، كل الشكر لك ونتمنى لكم كل التوفيق في الملتقى، أكيد متواصلين معاكم، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا.